حقيقة إحنا اليوم بنعرف إنه موضوع الطاقة عندنا بالأردن من المواضيع المهمة، والتزمنا حسب رؤية التحديث الاقتصادي باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على مستوى خدمات متطور، واتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأعباء المالية على مختلف القطاعات بالذات القطاعات الاقتصادية. اليوم احنا لما نحكي على التعرفة المرتبطة بالزمن، الهدف منها موضوع تنظيمي بحت وإعطاء الفرصة لبعض القطاعات للتخفيف من قيمة فاتورتها. اليوم احنا عندنا تعرفة اللي هي تطبق تعرفة مستوية لمعظم القطاعات، بعض القطاعات فيها تعرفة نهارية وتعرفة ليلية. ما جرى بالنسبة للتعرفة المرتبطة بالزمن التي سيتم تطبيقها على بعض القطاعات اعتبارا من بداية الشهر القادم، بدل ما يكون عندي أنا تعرفة مستوية راح يكون عندي تعرفة مرتبطة بأربع فترات زمنية، فترة منهن فترة الذروة، فترة الثانية اللي هي الذروة الجزئية، والفترة الثالثة اللي هي الفترة اللي بيكون فيها الحمل منخفض. فترة الذروة الجزئية راح تنقسم لقسمين، واللي بدي أأكده هون إنه متوسط هاي التعرفة حسب البيانات الحقيقية للاستهلاك من هاي القطاعات المختلفة اللي راح يطبق عليها التعرفة المرتبطة بالزمن، متوسطها حسب الاستهلاك الحقيقي هو نفس معدل التعرفة اليوم. ما راح يكون فيه بالمتوسط رفع للتعرفة الكهربائية إطلاقا، متوسطها راح يكون مثل ما هو التعرفة المطبقة اليوم. راح تطبق هذه التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط والكبير، الصناعات الاستخراجية، على قطاع الاتصالات، على شحن المركبات، العدادات خاصة بشحن المركبات، وقطاع ضخ المياه. الهدف الرئيسي منها انه احنا اليوم الحمل بيزداد خلال ساعات معينة، في حين انه ساعات ثانية بيكون الحمل فيها منخفض. بنرحل جزء من هذا الحمل خلال فترات اللي يكون الحمل فيها مرتفع إلى الفترات اللي يكون فيها الحمل قليل، وخلال هاي الفترات اللي بيكون فيها الحمل قليل أعطيت تعرفة مخفضة لكل هذه القطاعات لتشجيع هاي القطاعات للانتقال إلى هذه الفترات. واسمحوا لي أضرب مثال توضيحي. اليوم مثلا عندنا القطاع الصناعي المتوسط تعرفته توسطها 67 فلس للكيلو وات ساعة. اليوم لما نقسم احنا الفترات، والفترات مقسمة للتوضيح من الساعة 5 صباحا للثنتين الظهر، هذه الفترة المنخفضة اللي هي خارج الذروة، من الثنتين للخمسة الذروة الجزئية، من الخمسة للإحداعش فترة الذروة مساء، ومن الإحداعش مساء للخمسة صباحا اللي هي فترة الذروة الجزئية. اليوم للقطاع الصناعي لما نحكي تعرفته متوسطها 67 فلس للكيلو وات ساعة، اللي عملناه خلال الفترة خارج الذروة من الخمسة صباحا للثنتين الظهر راح نعطيهم تعرفة 59 فلس للكيلو وات ساعة بتخفيض مقداره حوالي 12%، اللي هي هاي الساعات اللي بتشتغل فيها هاي القطاعات بشكل رئيسي، بتشتغل خلال هاي الساعات. بعد هيك من الثنتين للخمسة بيكون عندنا الذروة الجزئية اللي هي 69 فلس، من الخمسة للإحداعش بيكون 79 فلس. اليوم للقطاع الصناعي المتوسط إذا ما بده يغير سلوكه أو استهلاكه يبقى يستهلك كما كان، راح تبقى عليه متوسط التعرفة بين 59 فلس وبين 69 فلس وبين 79 فلس، راح تبقى متوسط التعرفة اللي هو 67 فلس إذا ما غيرنا استهلاكنا، نمط استهلاكنا مطلقا، لأنه هنا كمان الحسبة بين 59 و69 و79 لأنه الساعات مختلفة. الفترة خارج الذروة عندنا حوالي 9 ساعات، فترة الذروة الجزئية اللي بالنهار عندنا 3 ساعات، فترة الذروة عندنا 6 ساعات. فاليوم اللي بدي أكد عليه أنه هذا الإجراء ما بيستهدف رفع التعرفة الكهربائية، ما راح يكون هناك رفع للتعرفة الكهربائية، إجراء تنظيمي بيساعدنا أيضا بالنظام الكهربائي بدل ما تضلها الأحمال خلال فترة الذروة تزداد، بالتالي نجد أنفسنا خلال سنوات مضطرين لإضافة وحدات توليدية إضافية مشان تغطية الحمل خلال هالفترة القصيرة، وهذه استثمارات كبيرة، يكون عندنا استثمارات بمبالغ كبيرة نستخدمها خلال ساعات قصيرة بالنهار وباقي
باقي الساعات بتكون غير مستخدمة، فترحيل جزء من هاي الأحمال ما بين فترة الذروة وخارج الذروة رح يساعد النظام الكهربائي الأردني. اليوم حكيت أنا عن القطاع الصناعي المتوسط، لو نجحنا بالتعاون مع الصناعيين بترحيل 25% من أحمالهم من فترات الذروة إلى خارج الذروة، هذا رح ينتج عنه وفر على القطاع الصناعي بفواتير الكهرباء حوالي 2,250,000 دينار وفر على القطاع الصناعي، وهذا مثل ما أشرت يتماشى مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي لدعم القطاعات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عليها بما يمكنها من المنافسة، بما يمكنها من زيادة الإنتاج، يمكنها من دخول أسواق جديدة وبالتالي خلق فرص عمل، اللي هي هذه من أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. فهذا اللي حبينا نأكد عليه اليوم. رسائلنا والمعلومات والأرقام موجودة وواضحة ومنشورة. بعض المعلومات اللي تم نشرها خلال يمكن الأيام الماضية حقيقة معلومات مغلوطة، وإحنا راح ننشر هاي الأرقام، وهاي الأرقام خواتي وأخواني مش قضية انطباعية، والله التعريف زادت هذه، إذا أنا أو أي واحد فينا مسك آلة حاسبة وحسبها راح تظهر الأرقام، فما في والله اعتباطا إنه والله واحد أجي عبالي يقول والله الحكومة رفعت الأسعار، إنه الحكومة رفعت الأسعار، فأي واحد بيقدر يمسك هاي الأرقام ويحسبها، إذا بحسبها أنا أو بحسبها أي واحد من الأخوة الحاضرين راح نطلع لنفس النتيجة، مش قضية انطباعية. كمان مرة بنأكد إنه إحنا هذا الموضوع يدرس له حوالي سنة ونص لسنتين وإحنا بندرس فيه، وراعينا فيه إنه يكون النتيجة منه إيجابية للقطاعات المستهدفة خلال هذه المرحلة، وأيضا بخفف العبء على المنظومة الكهربائية.